هذه الأبيات الشعرية المستدعاة من وحي الموروث الثقافي المهيب لأبناء حضرموت يسير الأبناء على خطى الآباء والأجداد في إحياء مراسيمهم الخاصة باستقبال وتوديع الشهر الفضيل. ومن بين تلك المراسيم ما يعرف بالختائم الرمضانية، وهي تقليد ديني رمضاني جرت العادة أن يتم إحياؤه احتفالا بختم القرآن الكريم في بعض المساجد بحضرموت خصوصا القديمة منها. عادة الختائم في حضرموت تعتبر من العادات الرمضانية اللي تتكرر علينا كل سنة، تشوف ضحكة الأهالي، فرحتهم، كل شيء حلو تحصله فيها. ويضاف إلى ترديد الأناشيد والموشحات الدينية وترتيل آيات كتاب الله عز وجل تقام احتفالات تطقى عليها النكهة الشعبية، فيتنافس فيها شباب الحارات على رسم أجمل اللوحات الفلكلورية المستوحاة من الموروث الحضرمي وإقامة الأسواق الشعبية وبيع الحلويات والألعاب للأطفال الذين تستهويهم مثل هذه الاحتفالات. تكون الختائم عبارة عن بصمة، بصمة يعرف بها الحضارة من خلال الليالي شهر رمضان المبارك، تمثل فرحة للأطفال والكبار، فرحة توارثها الأجداد في حضرموت، الثقافة والتراث والتاريخ، الكل يفرح في هذه الأيام. ورغم طغيان عفوية وبساطة الأهالي على مراسيم إقامة الختائم الرمضانية، إلا أن كثيرين لا يخفون رغبتهم في أن يصحبها قدر أكبر من الزخم الإعلامي والتفاعل المجتمعي لتسليط الضوء عليها بعد أن خفت بريقها خلال السنوات الماضية. هذا السنة بالذات يعني في انخفاض في بيع وشرانة وهكذا، والسبب كله من الأشكال هذه والأحداث اللي تجرى وهكذا، وبغينا الوضع يعني يستقر كل شيء تمام إن شاء الله وتعود الأمور زي ما كانت بإذن الله. ويحرص الأهالي من خلال هذه الاحتفالات إلى غرس هذه العادات والتقاليد التي ربوا عليها منذ سالف الأزمان في نفوس أطفالهم لتبقى خالدة جيلا بعد آخر. بإقامة مثل هذه المهرجانات الشعبية ذات الطابع الديني لا يحتفل أبناء حضرموت بعظمة المناسبة وختم تلاوة القرآن الكريم، بل هم أيضا يحافظون على إرث أجدادهم وموروثهم الثقافي والحضاري. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.